يتجول هؤلاء الفوتوغرافيين يوميا في الأماكن الترفيهية والمتنزهات طيلة أيام عيد الأضحى المبارك لتصوير العوائل في مدينة السماوة بالمجان، حملة سميت بلحظات أطلقتها رابطة عيون المثنى للتصوير الفوتوغرافي، غايتها توثيق اللحظات الجميلة وزرع الابتسامة على شفاه عوائل هذه المحافظة. مبادرة لحظات أطلقتها رابطة عيون المثنى للتصوير السنة الثانية على التوالي، هي الغرض منها والهدف منها هي توثيق البسمة المرسومة على العائلة، على وجه العائلة السماوية بشكل عام. وتجد رابطة عيون المثنى للتصوير في كل مناسبة هي حاضرة لتوثيق فرح، هذا الفرح المرسوم على العائلة السماوية. أعضاء هذه الرابطة طالبوا الأجهزة الأمنية في المحافظة بضرورة تسهيل مهامهم أثناء تجوالهم في المدينة وعدم مضايقتهم من قبل عناصر الشرطة. طبعا احنا قبل كم يوم طلعنا جولة تصوير يعني كرابطة وكاسم مصورين رابطة عيون المثنى للتصوير، فخرجنا احنا 5 مصورين نريد نصور بأزقة السماوة. بهذا الأزقة ما واجهنا مشاكل لأنه لا يوجد أجهزة أمنية أو شيء، بس من دخلنا للسوق اللي المركزي للسماوة واجهنا بعض الصعوبات، يعني الصعوبات اللي واجهناها حاليا من اريد نصور طلبوا ما عندنا باج، احنا الباج هذا ما نقدر نحصله الا من مديريه الشرطه او فد شيء، فيعني نتمنى انه يسهل لنا هذا الامر. طالب بهويه فد شيء يعني من انزل اصور بالشارع يجيني الشرطه يجيني الكذا، شنو انت شنو نزلتك هنا شنو صورك؟ نواجه شوي بعض الصعوبات من الجهات الامنيه والعراقيل طبعا، ونطالب باظهار باجات او تسهيل مهمه المصور لاظهار صوره محافظه المثنى باحسن صوره باجمل صوره. يذكر ان الاهالي بمدينه السماوه رحبوا بهذه المبادره التي اطلقتها رابطه عيون المثنى للتصوير، والتي كان غايتها زرع الابتسامه والفرحه على وجوه ابناء هذه المحافظه. لقناه سامراء الفضائيه حسين عزيز المثنى.